أحسن الله إليك. يقول السائل: هل إلزام الناس بالخروج للدعوة 4 أيام وشهر وأربعة أشهر من التكلف المذموم، أم أنه من بذل الجهد في الخير؟ هذا من البدعة، هذا ما يسمى التكلف المذموم فقط، يسمى بدعة، هذا من بدع الصوفية. وليس للدعوة خروج أيام أو 4 أشهر أو كذا وكذا، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.